برحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا معاكم للفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة، وخلونا سريعا كده نشوف أهم العناوين اللي تصدرت الصحف المصرية. نبدأ من جريدة المصري اليوم، والخبر الأول بيقول الرئيس يوجه بخفض الدين وتوفير السلع بسعر مناسب. لو قرينا مع حضراتكم تفاصيل للخبر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتنسيق مع الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. كما وجه الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية. الحقيقة دايما بعد كل اجتماع وزاري بيكون في الأخبار دي اللي هي الخاصة بخفض الدين العام، بقرارات محافظ البنك المركزي، بالإنشاءات والمدن الجديدة ونسب الانتهاء منها والتسليم زي ما حضراتكم متابعين. التركيز على فكرة تقليل الواردات والتركيز على الصادرات والمنتجات المصرية المصدرة إلى الخارج، ده أمر مهم جدا لأن كان من الشيء اللي بيكلف الدولة، والموازنة العامة كانت هي نسبة الاستيراد لسلع كتير جدا كانت غير ضرورية بالمرة. الخبر الثاني هيكون من جريدة اليوم السابع، ساطع النعماني رحيل بطل الحرب على إرهاب الإخوان. طبعا حضراتكم فاكرين العميد ساطع النعماني اللي فقد عينيه في أحداث بين السرايات واللي خضع للعلاج فترة طويلة في لندن، يمكن زي ما الخبر بيقول هنا أكتر من 411 يوم كان بيتعالج بيهم في مستشفى سانت ميري في لندن. الرئيس كان كرمه في حفل تخرج أكاديمية الشرطة، رحل العميد ساطع النعماني. للأسف وقت الحلقة النهاردة انتهى، لكن سعدنا بلقائنا مع حضراتكم النهاردة من خلال الحلقة. نتقابل معاكم إن شاء الله في يوم جديد، صباح جديد، فريق عمل جديد. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.